تنزل الطائرة، إذا تنزل الطائرة معناها تصطدم. فالإمام قال سوف نصل إلى طهران وسوف ننزل في طهران. يعني كان ذلك قبل نصف ساعة. الكابتن الطائرة مضطرب. الإمام قال سوف نصل إلى طهران وسننزل مطار طهران. ما وفعلا لما وصلت الطائرة وإذا بالحكومة تزيل الحواجز التي وضعتها، ونزل السيد الإمام رحمة الله عليه في طهران. وطبعا اللي شافه يعني اللي ساعد عمره في فترة تاريخية رأى كيف نزول الإمام من الطائرة وكيف الناس واستقبلوه ذلك الاستقبال الحاشد. وأول ما نزل من توجه إلى مقبرة الشهداء. شو اسمها؟ بشتي زهراء. لأن أول هؤلاء اعتبار بأنهم لهم حق، قدموا أنفسهم، ولهذا من أول الناس المفروض أن يستقبلهم الإمام ويستقبل. وفعلا جاء إلى روضة الشهداء وخطب خطابه وقال إني أسقط حكومة الشاه وأعلن عن حكومة جديدة. كأن تلك القوة اللي يسمونها قوة الخالدون، حرس الخالدون والسافاك، اسمها اسمها جيديوان، يعني يسمونها الخالدون. وإذا بهم كأنهم الشمع، حينما أشرقت عليهم الشمس انصدابوا، ففر منهم من فر بنفسه، وإلا فر نجا، والذي بقي ناله جزاء. وهكذا انتهت الحقبة بانتصار السيد الإمام رحمة الله عليه، وأعلنت الحكومة الإسلامية، فجزاه الله خير هذا الجزاء. ونحن في مثل هذه الليلة، يعني الليلة لتكون صحيفة أعمالنا وآخر جمعة من شهر رمضان، هو الحديث عن هذا السيد ومن نتائج وعطاءات السيد الإمام في مثل هذه الليلة، يوم القدس العالمي. لأنه قال بأن فلسطين ليست هي مسألة عربية ولا مسألة إنها قضية إسلامية. وإيش الآن الذي نهى؟ وهذه الآن غزة تنزف دما تحترق، فأين الذين يدعون أنهم أبناء فلان أو أبناء فلان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا السيد الإمام برحمة الله، وجزاه الله خيرا الجزاء على ما قدم من تضحيات، إلى أن في سنة 1409 صعدت روحه إلى باره راضية مرضية، وكان يشعر بالتقصير، يقول وأنا أعتذر إليكم عن التقصير وأشعر بالقصور تجاه هذا الدين وتجاه المؤمن وتجاه هذا المجتمع، بل جزاك الله خيرا الجزاء ورحلت فلتقر عينك، فإن فقد جعلت من بعدك السيد الإمام الخمنائي رحمة الله. وإن شاء الله هذه الدولة نسأل الله أن يحفظها، لأن انتصارنا انتصارهم، وهذه الدولة التي تمثل دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه، تسلم إليه الراية فيخرج فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا. لكن متى يا فرج الله؟ عجل فدتك النفس واشفي به من غيظ أعداء قلوبا حرار. قد ذهب العدل وركن الهدى، قد هد والجور على الدين جار. أغث رعاك الله من ناصر، رعية ضاق عليها قفار. عجل بدولة يا خليفة العدنان،
في ثار من في كربلاء مدبوح عطشان. يا حجة الله ابن الحسن انهض بتعجيل، جرد حسامك يا ولينا وسوم الخيل، وانشر بيارق للنصر يا ابن البهاليل. ضاقت علينا الواسعة وجارة العدوان، سيدي كيف الصبر كيف الصبر وانت الدخر والخبر عندك، بالله جرى بعد النبي المختار جدك، ومعلوم كل ما صار يتوقد بكبدك، ومعلوم قلبك بالحزن مشتعل نيره. ما هي مصيبة نقول طرفك غاض عنها، تنسى كسر أضلاع جدتك وحزنها، تنسى لطم خدها وتسقط ابنها، لو قود حيدر يا رفيع القدر والشام، لو ضربة المحراب، لو عمك المسموم، لولا الذي في كربلاء صارت له دموع. كل هالمصايب ما لفالك خبر معلوم، لو تنتظر امر العلي الواحد الديا. أغث رعاك الله من ناصر، رعية ضاق عليها القفار، فاشحد شباب عظمك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعوه، يكشف السوء، أمن يجيب المضطر.